أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة مونتاج الفيديو على برنامج دافنشي ريزولف. في هذه المحاضرة راح نشرح موضوع مهم جدا من مواضيع المونتاج بشكل عام ومن مواضيع دافنشي ريزولف، اللي هو الكي فريم أو تسجيل الحركة. طبعا راح نجي إلى قائمة أديت، وطبعا راح نضيف هذا الفيديو بالتايم لاين. هذه هي الطريقة. جيد، الآن عندنا هذا فيديو، وطبعا راح نضيف نص. طبعا نجي الى تايتل تكست، راح نضيف هذا النص. وطبعا اذا نجي الى تكست راح نكتب مثلا هنا مونتاج الفيديو، طبعا راح يكون بولد النص، وراح نكبر مثلا بهذه الطريقه. طيب اذا لاحظ انه هنالك نقاط، يعني مثلا عندنا هنا هذه عندنا نقطه، عندنا هنا مجموعة من النقاط بالبوزيشن بالزوم، مجموعة من النقاط عندنا هنا طبعا بالبلور بالأوباسيتي بالكولر، لأن كل مجموعة من النقاط إذا لاحظ هنا كولر، وطبعا عندنا السايز، عندنا باك جراوند بإمكاننا أن نضيف باك جراوند. وإذا لاحظ هذه النقاط، شنو فائدة هذه النقاط؟ هذه النقاط هي تسجيل حركة من حالة إلى حالة. طبعا مو باللازم حركة، يعني تسجيل حالة ومن ثم تسجيل حالة أخرى، فبالتالي البرنامج راح يعرض لنا الحالتين وعندنا راح تشوف التغير ما بين حالة إلى حالة. طيب ناخذ مثال، إذا نجي هنا نصعد للتكست بهذه الطريقة، إذا نجي هنا للبوزيشن وعندنا طبعا الزوم، نجي للبوزيشن. البوزيشن يعني معناه الموضع. طيب إذا أجي هنا عندي اكس وعندي واي، الاكس اللي هو راح يحرك لي النص يمين يسار، والواي راح يحرك لي النص اعلى واسفل. طيب نجرب، اذا اجي هنا ارفع النص مثل ما لاحظ لين بالواي، وطبعا هنا باليمين. طيب بامكاني اخلي النص يظهر من الاسفل الى الاعلى، راح انزل النص الى الاسفل بهذه الطريقه واسجل الحاله. اسجل الحاله، وطبعا لابد انه اتاكد، يعني انا من اخلي الماوس هنا بالنهايه واجي اسجل الحاله راح تبدي الإخفاء من النهاية. طيب أنا أريد الإخفاء يبدي من البداية ويصعد إلى الأعلى، فلابد أنه بداية النص أخلي المؤشر وأجي أسجل حالة البوزيشن، هذه حالة البوزيشن. طيب سجلتها، بعدين أجي أمشي المؤشر مثلا بهذه المنطقة وراح أرفع إلى الأعلى مثل ما تلاحظون، طبعا بالعكس راح نرفع إلى الأعلى مثل ما نلاحظ، فصار عندي حركتين، عندي تسجيل حركة. طبعا هسه ممكن واحد يسأل يقول انت سجلت بس هنا، بالثانية ما دست على الكي فريم. الكي فريم من ضغطت عليه مرة واحدة خلاص هو راح يبدي يسجل. شنو اجري من تعديلات؟ راح يسجل هذه التعديلات. طيب اذا نلاحظ هنا نشوف انه النص من الاسفل الى الاعلى. طيب طبعا هذه كمثال اللي هو حالة النص. طيب الان ناخذ مثال اخر، مثلا وليكن نص آخر، فيديو آخر، مثلا خلي يكون نص هنا بالفراغ، خلي يكون مثلا تايتل لا بس سايز، راح نكبر السايز بهذه الطريقة. طيب شنو عندي خيار أمام نقطة؟ معناه هذا أقدر أسجل التغيرات اللي بي. طيب هنا إذا ألاحظ الزوم أقدر أسوي زوم، مثلا هنا أنا أقدر أصفر الزوم صفر، طبعا أقدر أصفر إكس واي مثلا ممكن نخليه بهذا المقدار. طيب اذا لاحظ انه بالبداية راح اسجل الزوم وراح اخلي المؤشر بهذه المنطقة، وطبعا راح اكبر الزوم مثلا بهذه الطريقة. اذا لاحظ انه صار عندي تسجيل للحركة. طيب راح ناخذ مثال اخر، مثلا هذا النص يجي مثلا الى عندنا مثلا الزوم، عندنا مثلا هنا روتيشن، بامكاني انه اعمل روتيشن، ايضا بامكاني اسجل روتيشن. طيب اذا نجي الى مثلا الباك جراوند هنا، بامكاننا نصنع باك جراوند للنص، يعني مثلا ممكن باك جراوند يكون باللون الاحمر مثلا، وايضا بامكاني انه يكون الويث والهايت مثلا بهذه الطريقه. طيب بامكاننا نسوي تسجيلات لهذه العمليه، يعني مثلا بهذه المنطقه يكون عندي الويدث والهايت صفر، اثنين اسجل حركتهن،
مثلا ممكن أقدمه بهذه المنطقة. وطبعا نجي إلى الويدث يكون مثلا بهذه الطريقة، ممكن هذا الشكل، نجرب نشوف. طبعا أكيد الحركة بطيئة، بإمكاننا أن يكون أسرع، ولكن هي هذه فكرته أنه تسجيل الحركة. أيضا بإمكان أنه بهذه المنطقة نعمل كورنر، بإمكاننا نعمل كورنر، هذه هي الطريقة مثلا. أيضا بإمكان أنه يكون مكانه بي الأكس بي الواي، يعني إلى الأعلى إلى الأسفل. وطبعا كذلك بإمكاننا نعمل لي الأوبسيتي، كان انه الاوبسيتي تكون مثلا ممكن بهذه الطريقة. طبعا هذا يكون لابد انه احنا نسجلهن، يعني مثلا ممكن بهذه المنطقة يكون اوبسيتي، ممكن بهذه المنطقة ممكن يختفي، نجرب يبدي يظهر، وطبعا راح يختفي قليلا ومن ثم راح يبدي يختفي من خلال انه الاوبسيتي راح تكون مختفية. طبعا هذه مثلا النصوص. ايضا بامكاننا نعمل للتأثيرات، يعني مثلا اذا نجي هنا مثلا للنص، مثلا ممكن راح اضيف فيديو كنترول اي مثلا بهذه الطريقة. طبعا راح اضيف الفيديو بالتايم لاين بهذه الطريقة. واذا اجي هنا الى جنريت، ادي هنا انا السوليد كولر، اضيف مثلا السوليد كولر هذه الطريقه. طبعا هذا الكولر بامكاني انه اتحكم به العرض، يعني القياس الخاص بي، طبعا من خلال انه اجي هنا افعل الويدث مثلا، ممكن اخليه بهذه الطريقه. جيد. الان مثلا ممكن اخليه بهذه المنطقه، وطبعا بهذه المنطقة ممكن انه اخلي الاوبسيتي، انزل لي جوا اشوف الاوبسيتي وينها. الاوبسيتي ممكن اخليها صفر واسجل حركة، ممكن شوية اقدمها هذه المرحلة واخلي الاوبسيتي 100. اذا لاحظ هنا شنو راح يصير، راح تظهر. جيد. طبعا بامكانه يعني انه الاوبسيتي ممكن تكون اقل، يعني هذه الطريقة اجمل مثلا بهذه الطريقة. الآن بإمكاني أنه أضيف نص، يعني ممكن أجي إلى التكست وطبعا أرتفع إلى الأعلى، ممكن أضيفه هنا إلى الأعلى، ممكن يكون هنا هيجي، ممكن أكتب مثلا إعداد بهاء عبد الستار مثلا تصميم محمد باسم، مثلا ممكن تصميم تكون بهذه الطريقة، مثلا ممكن إخراج كمال سمير مثلا. بإمكاني إنه أنسق النص كنترول أي، ممكن أنطي سايز مثلا 80، وطبعا ممكن توسيط يكون. ايضا بامكاننا نتحكم، يعني مثلا ممكن كمال حيدر يكون باللون الابيض، وممكن كلمة اخراج تكون باللون مثلا الاصفر تكون لطيفة. ممكن تصميم ايضا تكون باللون الاصفر، واعداد ممكن تكون ايضا باللون الاصفر. جيد. الآن مثل ما تعلمنا راح أنزل هنا إلى الأسفل، خصائص النص، وطبعا نجي إلى البوزيشن، نشوف البوزيشن. هذا عندنا هنا البوزيشن بالواي راح يكون بهذه المنطقة، وراح أسجل كي فريم، وراح أمشي المؤشر مثلا بهذه المنطقة، ممكن لا بأس يكون هنا هيجي، وراح أصعد الكي فريم. طبعا إذا أجي إلى البوزيشن راح يصعد إلى الأعلى مثل ما نلاحظ. جيد. الآن راح نلاحظ الشغل.
راح يظهر عندنا بهذه الطريقة. طبعاً بإمكاننا أن نبطئ الناس ونتحكم بالسرعة والحركة، وبإمكاننا نعمل CV خاص بالمشهد. الكي فريم مهم جداً وضروري بعملية المونتاج، وإن شاء الله بالمحاضرات القادمة راح نأخذ أمثلة عملية تطبيقية أكثر ممكن أنه توضح عندنا فكرة الكي فريم. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.